وحول تنامي الفساد الحكومي في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. دكتور محمد، مرحبا بكم. يعني بحسب هيئة النزاهة فإن قضايا الفساد المحالة إلى القضاء كما تعرفون صدر فيها أحكام على عدد من المسؤولين، ولكن السؤال هنا يعني ماذا يمثل عدد المحالين للقضاء أمام الفساد المستشري في العراق وهم كثر؟ أهلا بكم ومشاهديكم. أهلا بك سيدي الكريم دكتور، وشكرا على الاستضافة. هناك ملفات فساد عديدة منذ عام 2003، منها قضايا إدارية ومالية وضعت في هيئة النزاهة ولكن لم يبت فيها، والآن أصبحت موضع تساؤل من أبناء الشعب العراقي، أين تذهب هذه الأموال ومتى تصرف؟ نعم. وللأسف أن هذه القضايا التي هي موضع تساؤلات، هناك أمور تأتي من وزراء وأعضاء برلمان. نعم. هذه الملفات هي الآن موضع دراسات معمقة من أجل أن توضع حد لمسائل النهب لثروة العراق، وخاصة في الأيام القليلة القادمة هناك أشخاص في وزارة الصحة ووزارة الدفاع جرى استدعائهم إلى هيئة النزاهة لوجود عوامل فساد مالي لديهم في هذه الوزارة، وبالأخص أن الوزراء ووكلائهم هم الذين يتصدرون هذا الموقف من الفساد الإداري والمالي. عطفا على كلامكم دكتور محمد، طبعا باعتراف رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح قال بأن 150 مليار دولار هربت من العراق إلى الخارج منذ عام 2003، وأيضا إذا أخذنا بنظر الاعتبار تصريح مشعان الجبوري على إحدى القنوات الفضائية عندما كان عضوا بلجنة النزاهة النيابية قال بأنه اللجنة تأخذ رشوة لغلق ملفات الفساد، أين وعود الحكومات السابقة التي تضع على رأس برامجها مكافحة الفساد؟ أين تلك الوعود دكتور محمد؟ هذه وعود على الورق فقط وليس في موضع التنفيذ. وما يقوله برهم صالح كونه رئيس جمهورية العراق حاليا هو مبلغ أكبر من هذا، ولذلك أقول له عليك أولا أن تكون أنت المثال في وضع حد لهذه التصرفات، وأنت تكون مثالا لعودة المبالغ العراقية التي هربت إلى الخارج عن طريقك وعن طريق حزبك، وأنتم متهمين كذلك في هذه العملية، عملية الفساد التي تتم حاليا في ضوء هذه الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال عام 2003. وللأسف لا يوجد أي شخصية تأخذ على عاتقها مهمة هذا الإجراء الحاد والمفروض أن يكون في فضح هؤلاء الفاسدين والمرتشين، كما قال الجبوري مثلا في هذا الحديث عن أنهم يأخذون الرشوات، وهذا باعترافه هو يأخذون الرشوات من أجل تمشية أمور مثلا مشاريع وهمية إلى شركات أو إلى أشخاص معينين. دكتور محمد، يعني بحسب منظمة الشفافية الدولية تقول إن العراق من بين أكثر دول العالم فسادا في السنوات الأخيرة، ولكن لماذا يتم متابعة الناشطين الذين يكشفون عن قضايا الفساد؟ ما السبب وراء ذلك؟ والسبب الأساسي أنهم هم لا يريدون صوتا يرتفع ضد عملية الفساد الإداري والمالي الموجودة في العراق منذ مجيئهم على الدبابات الأمريكية وأخذهم زمام سلطوي بحكومات وأنظمة جاءت من أجل تدمير ثروة العراق، ولذلك تجدهم أنهم يكيلون التهم جزافا لناس وطنيون هم موضع اعتزاز لأنهم يثيرون هذه الأمور وبشكل علني
وبواسطة الإعلام والصحافة وغيرها من الأمور، لأن هناك مبالغ سربت إلى الخارج. نعم. واتخذت في إيران وفي لبنان، وهذه المبالغ وأوكرانيا كذلك، هذه المبالغ التي سربت الآن هي موضع شك بأنه هناك بنوك أصبحت مفلسة وذهبت أدراج الرياح، وهذه المبالغ ليس لهم بالذات، وإنما هي من نصيب الشعب العراقي الذي سرقت أمواله من هذا الإنسان الذي هو يكد ويكدح من أجل حياة ومستقبل أفضل. من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس، شكرا جزيلا لكم.